فإذا تكلمنا عن إن هذا جهاز منظم لضربات القلب، بالإنجليزي بيسموه بيس ميكر مثلا، اللي هو جهاز بيراقب ضربات القلب، عادة بنزرع في منطقة الصدر، عادة على اليسار تحت الجلد. عملية يعني ممكن تستغرق حوالي ساعة، وبكون مرتبط بهذا الجهاز سلك أو سلكين بيدخلوا عن طريق الوريد وعن طريق مجرى الدم، بيكون الجزء الآخر من السلك مربوط في عضلة القلب من الداخل. نعم. فزي شبكة صغيرة بتخليه يمسك في عضلة القلب من الداخل، بيرتبط بالجهاز من هنا. بعدين هذا الجهاز ممكن إنه يكفي لحوالي 10-12 سنة. إنه بعطي دون الحاجة للتبديل ولا الحاجة للتغيير. بالضبط إنه يعني الكفاءة، يعني هاي الأجهزة ممكن عمرها 40-50 سنة. التكنولوجيا كانت في أوائلها، كانت الواحد لازم يمشي مع جهاز كبير يحمله برا الجسم،